اهلا بكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن الديفايس كوليكشن. زي ما اتكلمنا، الديفايس كوليكشن دي عباره عن جروب من السيستمز او من الاجهزه. ليه بنحتاج نعمل الجروب ديت؟ اول حاجه لما بنيجي نعمل ديبلوي للكلاينت او لابلكيشن، لسوفت وير ابديت، للاوبريتنج سيستم، الديبلوي ده ما بيتمش على الديفايس ليفل، يعني مش هيجي على كل ديفايس وهاجي اقول له ديبلوي، مفيش حاجه كده. الديبلوي بيتم على كوليكشن. فهنا من الكوليكشن، لو جيت وقفت على الكوليكشن هقدر من هنا ديبلوي، هقدر ديبلوي اللي انا عاوزه، ابلكيشن، تاسك سيكونس، سوفت وير ابديت. طيب احنا عندنا نوعين من الكوليكشن، في الستاتيك كوليكشن وفي الديناميك كوليكشن. الستاتيك كوليكشن مثلا لو انا حبيت اعمل ستاتيك كوليكشن، باجي هنا اقول له كريت ديفايس كوليكشن، ومثلا هقول له كوليكشن فور تيستينج مثلا. هيجي يقول لي هي ايه الليميتنج كوليكشن بتاعتك، ايه الليميت بتاعك. سي اللي انا عندي كذا كوليكشن، فمثلا لو قلت له انا all unknown computers by default، الكوليكشنز اللي موجوده عندي all systems، اي حد حاجه انا عملتها ديسكفر موجوده في all system، all mobile device لو انا عندي devices نوعها موبايل هتظهر هنا في all mobile device، all desktop and server clients اللي هي مش موبايل وفي عليهم agent هيظهروا هنا، و all unknown computers. باي ديفولت في نوعين unknown computers موجودين، واحد 32 بت وواحد 64 بت. دول بنستخدمهم عشان نقدر ندبلوي عليهم operating system على أجهزة احنا ما نعرفهاش already. فسي مثلا انا قلت عاوز ال all unknown computer دي تكون لينتين بتاعتي، ديت ال parent، ديت اللي انا هختار منها جزء. وجيت هنا في membership rule قلت له ان انا عاوز direct rule next، وهقول له مثلا انا عاوز اللاب داش بي سي، النيم بتاع السيستم سورس بتاعي لا دوت بي سي، هقول له نكست، مش هيجيبه لي عشان هي اللاب بي سي مش موجود جوه الالنوم. انما لو جيت هنا قلت له كانسل يس بريفيوس، قلت له ليميتنج كوليكشن بتاعت الاول سيستم، وجيت هنا قلت له انا عاوز دايركت رول، برضه قلت له المره دي لاب داش بي سي، قلت له نيكست، جاب لي اللاب بي سي، اختار نيكست سامري كلوز. فكده اللاب بي سي بقى موجود. لو عاوز اضيف جهاز حد تاني للكوليكشن ديت هقول له دايركت رول، وبرضه هختار اللي انا عاوزه. فزي ما انتم شايفين الحكايه ممله، اللي انا كل واحد انا عاوز اضيفه هضيفه بالمانيوال رول ديت، ده حوار رهيب. بس ممكن يفيدك في حاجة، اللي هو مثلا لو انت جيت هنا قلت له نيكست، تقدر تستخدم مثلا دي سي ودوس علامة الفيلمية، فكده هيجيب لك أي حاجة تبتدي بدي سي. فانت لو عندك كذا دي سي هيجيبهم لك هنا، وتختار مثلا لو عاوزين اس ار في، معنديش حاجة اسمها اس ار في، سيستم سنتر، اي حاجة هتلاقي عندك كونفيجريشن مانجر وسيرفيس مانجر. ف علامة الفيلمية نقدر نستخدمها كوايلد كارد. اوكي انا دلوقتي عندي بس في الكوليكشن بتاعتي بقى في اللاب بي سي، هقول نيكست نيكست كلوز. فانا دلوقتي كريت كوليكشن ستاتيك فيها اجهزه انا عملتها ديفاين بنفسي. لو عملت دبل كليك على الكوليكشن ديت اندر ديفايسز هتلاقي كوليكشن فور تيستنج واللاب بي سي جواها. انا دلوقتي عشان اقدر اعمل تيستنج على اللاب دي اعمل كوليكشن، كليك يمين سيمبل از ديبلوي الابلكيشن عليها، سوفت وير عليها. فدي اول ميثود شفناها، اللي انا بقدر اعمل ستاتيك كوليكشن. الفيديو الجاي هنشوف ازاي تقدر تعمل دايناميك كوليكشن عن طريق كويريز.